السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح نبدي المحاضرة الثالثة في مادة الفارماكوجنسي، وهاي المحاضرة هي راح تكون بعنوان البلانت نومنيكلتشر. حتى أفتهم شنو أقصد بالبلانت نومنيكلتشر، بالبداية لازم أعرف معنى الكلاسيفيكيشن. فشنو نقصد بالكلاسيفيكيشن؟ What is the classification؟ التصنيف شنو معناه؟ The classification is the arrangement of things into organizer group based on their similarity. يعني شنو؟ يعني أنا عندي مجموعة من الأمور أو الأشياء أو الوظائف أو الأعمار، هاي راح تترتب أو تتنظم اعتماداً على التشابه مالتها. على سبيل المثال، الأشياء اللي موجودة بالبيت أقدر أقسمها، أكو أثاث، أكو كهربائيات، أكو ملابس. فإذا هذا تصنيف. الناس ممكن أصنفها اعتماداً على أعمارها، أعمار 20، أعمار 30، أعمار 40. فإذا هو الكلاسيفيكيشن هو arrangement، هو تنظيم للأمور. وطبعا أي شيء بالحياة بدون يعني بدون هذا الكلاسيفيكيشن راح يصير فوضى. فإذا أنا لازم عندي ترتيب لكل شيء، يعني كل شيء إلى arrangement وأخليه ضمن جروبات معينة. واضح؟ فإذا هذا هو الكلاسيفيكيشن. التاكسونومي هو also known as classification. فإذا التاكسونومي هو نوع من أنواع الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن هو arrangement لكل شيء، تصنيف لكل شيء. لكن التاكسونومي هنا أنا راح أقصد به الكائنات الحية، تصنيف الكائنات الحية وليس الأشياء. فإذا الكلاسيفيكيشن يتضمن تصنيف الحيوانات، النباتات، الأشياء، الأعمار، الوظائف، أي شيء بالدنيا راح أخليه ضمن تصنيف الكلاسيفيكيشن، ضمن كلمة الكلاسيفيكيشن. لكن التاكسونومي هو جزء من الكلاسيفيكيشن، لكن هو يتضمن تصنيف الكائنات الحية. التاكسونومست اللي هم نقصد به الساينتست ذات ايدنتيفاي اند نيم اورجانيزم. فاذا التاكسونومست المصنفين اللي هم يشتغلون على تشخيص هاي الاورجانيزم واعطاها التسميه. واضح؟ فاذا هذا هو الفرق ما بين الكلاسيفيكيشن والتاكسونومي. عندنا بالتاكسونومي 7 level of taxonomic organization، اللي هي شنو هي؟ الكينغدوم اللي هي نقصد بها المملكة، والفايلوم، الفايلوم اللي هي الشعبة، والكلاس اللي هو الصنف، الأوردر الرتبة، الفاميلي العائلة، والجينس الجنس، والسبيشيز هو النوع. طبعا هاي التصنيفات تتضمنها تصنيفات اقل من عدها. يعني الكلاس عندي ممكن انه يكون عندي سب كلاس، الاوردر ممكن يكون عندي سب اوردر، الفاميلي ممكن يكون عندي سب فاميلي، الجينس ممكن يكون، السبيشيز ممكن يكون سب سبيشيز. واضح؟ فاذا اكو تصنيفات ضمن هاي التصنيف الاساسي اللي هو يتكون من 7 لفلات. لكن أنا يهمني هاي التصنيفات الأساسية. طبعا ترتيب هاي التصنيفات كلش مهم بالنسبة لكم، ومطالبين بحفظ هذا الـ يعني هذا الليفل، إنه شلون يبدي الكينغدوم، فايلوم، كلاس، أوردر، فاميلي، جينس، سبيشيز بالترتيب. نجي العنوان محاضرتنا لهذا اليوم اللي هو النومنيكلتشر اوف بلانت اور بلانت نومنيكلتشر. شنو اقصد بالنومنيكلتشر؟ النومنيكلتشر ريفيرز تو ذا نيمينج اوف ثينجز. فاذا هي تسميه الاشياء. شلون احنا قلنا الكلاسيفيكيشن هي تصنيف الاشياء،
تسمية بصورة عامة نقصد إن يعني نسميها النومني كلتشر. مصطلح النومني كلتشر يدل على تسمية الأشياء. أما بالنسبة للبوتانيكال نومني كلتشر، هنا راح يصير عندنا التخصص. هي is about naming the plant، فإذا هي تسمية النباتات، and applying names to taxonomic group groups or grouping. فإذا هي التسمية الخاصة بالجروبات النباتية. فهذا الفرق ما بين النومني كلتشر والبوتانيكال نومني كلتشر. فإذا من يجي لك السؤال نومني كلتشر things، بينما البوتانيكال نومني كلتشر من التسمية هي لها علاقة فقط تسمية النباتات. زين، the plant names أسماء النباتات بصورة عامة، وطبعا هي ليس فقط النباتات وإنما كل الكائنات الحية، هي لها two names، scientific name و common name. شنو الفرق ما بين scientific name و common name؟ scientific name each plant has a name made up of two parts اللي هو generic or genus name and species name. Together are referred as binomial. البينوميال هو النظام التسمية الثنائي. فإذا كل اسم للكائنات الحية سواء كان نبات أو كان حيوان أو كان بكتيريا طحالب، كل الكائنات الحية هي تخضع لنظام التسمية الثنائي اللي هو راح يتكون من جزئين. الجزء الأول يمثل لنا الجينوس، والجزء الثاني هو راح يمثل لنا السبيشيز. الكومن نيم شنو هو؟ الكومن نيم نيم اريز فروم كومن يوز باي بيبل ان ذا كونتاكت وذ ذا بلانت، يعني الناتج من تسميه الناس. يعني التسميه بالعراق تختلف عن التسميه بلبنان، تختلف عن التسميه بالسعوديه، تختلف عن التسميه بتركيا، تختلف عن التسميه بايران. فاذا كل نبات من هاي النباتات إلها تسمية خاصة، هي تسمية أهل البلد أو أهل المنطقة. فهذا الفرق ما بين scientific name والcommon name. طيب هسه إحنا عندنا نوعين من التسمية مثل ما قلنا، اللي هي scientific name والcommon name. التسمية اللي راح نعتمدها يعني بالدراسة العلمية سواء بكتيريا سواء يعني النباتات أو أي تخصص راح نعتمد على scientific name، وقلنا هي راح تتكون من مقطعين. طيب why we need scientific name؟ يعني إحنا ليش هاي الأذية اللي جاي واحد يأذيها نفسه إنه يحفظ هاي الأسماء العلمية؟ شنو السبب من إنه أنا أدرس هاي الأسماء العلمية؟ هنا هاي قدامكم صورة لمجموعة من العلماء، وحواليهم أكو فد كائن حيوان. هذا الحيوان هذول العلماء من جنسيات مختلفة، كل واحد سمى هذا الكائن باللغة مالته، كل واحد يقول اسم هذا الكائن هذا الاسم، والثاني يقول لا هذا مو هذا اسمه، اسمه الاسم الفلاني. الروسي يقول شكل، الإنجليزي يقول شكل، الياباني يقول شكل، وهكذا. ف كل واحد يريد تسمية بلده، ما اتفقوا على تسمية معينة. ليش؟ لأن هم كلهم جاي يسمون اعتمادا على الكومن نيم. فإذا الكومن نيم not universal، مو فالتسمية عالمية، راح تسبب لي confuse انه انا ما اعرف هذا الاسم الحقيقي لهذا الكائن، ولهذا اضطر الى دراسة او انه اخلي تكون التسمية فقط معتمدة على الـ scientific name. The problem for common name، اذا اكو بعض المشاكل اللي راح تسببها ان التسمية الشائعة او الـ common name، ولهذا احنا ما نقدر نعتمد على الكومن نيم في الاعتماد على حتى اشخص النبات، حتى اعرف الاي دي مالت النبات. من قلنا انه
أهم شيء بالمحاضرة السابقة بالبوتوني، إنه أنا أعرف الآي دي الحقيقي لهذا النبات. فإذا شلون أعرف الآي دي الحقيقي؟ لازم أعرف اسمه، ولكن الاسم العلمي scientific name not common name. ليش مو common name؟ The problems for common name، أول مشكلة they are too many. يعني شنو they are too many؟ على سبيل المثال عندنا نبات النيمفيا ألبا. هذا النيمفيا ألبا إله 15 اسم بالإنجليزي باللغة الإنجليزية، و44 اسم in French، 150 بالجيرمان، و81 بالدوتش، وبالروشيان اللي هي 221 اسم. يعني over 5000 common name worldwide، يعني كل العالم اكو 5000 common name نفس النوع. فاذا هذا راح يسبب لي إشكالية، أنا ما أعرف بالضبط، يعني ما أعرف إنه هو هذا نفسه بهذا البلد لو يختلف عنه، وبالبلد الواحد يعني هو حتى بالبلد الواحد إلى أكثر من اسم وليس تسمية واحدة، واضح؟ فإذا الكومن نيم يختلف من بلد البلد ومن منطقة بالمنطقة في نفس البلد. فهاي من أهم المشاكل اللي تخليني إنه أنا ما أعتمد على الكومن نيم. المشكلة الثانية اللي تواجهني في التسمية الشائعة اللي هي different plant may different plants may have the same common name. على سبيل المثال إنه عندي نبات البكلر بوتن. البكلر بوتن هذا قد يعني يمثل أكثر من نبات، يعني هذا يجوز اكو دول تقصد به التنسيتم فولغاري، او الدول الثانيه راح تقصد به النوتيا اريفنسيس او سنتوريا سياناس. فالاسم الشائع قد ينطيني اكثر من نبات، احتماليه اكثر من نبات. ولهذا احنا من حكينا على البوتوني بالمحاضره الاولى قلنا البوتوني راح ينطيني الاي دي الحقيقي للنبات، لان انا اذا ما اعرف الاي دي الحقيقي للنبات هذا قد يسبب لي كارثه. فاذا الكومن نيم ما ينطيني ذا كوركت اي دي، اذا لازم اعتمد على الساينتفك نيم، لان احتمال هذا الكومن نيم يمثل اكثر من نبات اعتمادا على المنطقه او الدوله اللي تستخدمه. المشكله الثالثه اللي راح تواجهني بالتسميه بالكومن نيم انه many common name may exist for the same species in the same language in the same or different locality. على سبيل المثال اللي النبات اللي اخذناه من الساعة نبات السنتوريا، هذا نبات السنتوريا إلى اكثر من common name. فاذا انا هنا هذا راح كله ايضا راح يسبب لي confuse انه انا ما اعرف انه هو هذا نفس نبات. اذا اعتمدت على common name هل هو نفس نبات السنتوريا لو النباتات الثانية اللي اخذناها بالمثال السابق. اذا انه اهم نقطة بالبوتوني انه انا اعرف الكوركت اي دي، واضح؟ فاذا لازم اعتمد على الساينتفك نيم وليس الكومن نيم. اذا هنا العلماء اتفقوا على انه اسم هذا الكائن بالرغم من اختلاف جنسية هذول العلماء انطوا تسمية محددة لهذا الكائن اللي هو الميفيتاس ميفيتاس، وهذا هو الساينتفك نيم واللي هو الاسم هذا هنا راح يكون يونيفرسال. فراح نتفق على تسمية واحدة لكل كائن وليس ما نعتمد على الكومن نيم. صح احنا نذكر الكومن نيم، يعني في دراسة العقاقير ينذكر الكومن نيم وينذكر الساينتفك نيم، لكن بالاعتماد يعني انا الكومن نيم اذكرها يعني شلون كنوت انه انا هذا الاسم النبات الساينتفك نيم والاسم الشائع له هذا الاسم، واضح؟ وطبعا التسمية تختلف من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية الى التركية الى الفارسية وهكذا، ولكن يكون الاتفاق على الـ scientific name. نجي على اللغة اللي راح ينكتب بها الـ scientific name. أي لغة راح تكون؟ هل هي اللغة الإنجليزية أو اللغة يعني اليابانية، اللغة الصينية، العربية؟
فإذا هي اللغة اللاتينية اللي راح ينكتب بيها الاسم العلمي. لكن ليش تم اختيار اللغة اللاتينية؟ واي لاتين؟ اللغة اللاتينية يعني اختيرت ل يعني كتابة الأسماء العلمية لعدة أسباب. أول هاي الأسباب إنه اللغة اللاتينية هي dead language, not subject to change like English or any other language. اللي أقصد به بالdead language يعني إنه هاي اللغة ما تتحدث, ما يصير عليها أبديت, مثل اللغة الإنجليزية, اللغة العربية, اللغة الفرنسية, أي لغة مستخدمة, لغة حية لا زالت تستخدم. هاي اللغة يصير عليها أبديت وتحديث. اللي أقصده بالتحديث يعني إنه على سبيل المثال لما نجيب فد شخص من الستينات أو من الخمسينات ونجيبه هسه يعيش بيناتنا, ما راح يفتهم اللغة اللي إحنا نحكيها. أغلب اللغة, أغلب الكلمات اللي نستخدمها إحنا يعني كشعب عراقي راح تشوفون إنه ما راح يقدر يستخدمها, لأن هواية مفردات دخلت على اللغة, هواية كلمات جديدة. فإذا هي لغة حية متجددة دائما. ونفس الشيء طبعا باللغة الإنجليزية, لغة شكسبير تختلف عن اللغة الإنجليزية المستخدمة حاليا. فإذا من أنا أختار اللغة اللاتينية اللي هي لغة ميتة, ما راح يصير عليها أي تحديث, لأن ماكو حاليا أي شعب يستخدم اللغة اللاتينية. السبب الثاني إنه هي specific and exit, يعني راح تنطيني بالضبط المعنى اللي أريده. واضح. طبعا معاني اللغة اللاتينية, القاموس اللاتيني, إذا تريد تعرف الكلمات أو الـ scientific name, تعرف اللفظ الصحيح له, ممكن أنه عن طريق الجوجل ترانسليتر تنزل لاتين لانجويج, وهو راح ينطيك المعنى واللفظ الصحيح لهذه الكلمات. بالإضافة إلى أنه هي grammatical sense وتكون واضحة يعني على المعنى النحوي لهذه هذه اللغة واضح. وآخر شيء أنه تستخدم الحروف الرومان ألفابت الألفابتيكال اللي هي الأبجدية الرومانية, واللي هي راح تكون حروفها يعني موجودة أو واضحة في كل اللغات. فهاي هي الأسباب. إذن الباينوميل سيستم راح نجي نعرف شنو أو قواعد التسمية الثنائية الباينوميل سيستم, واللي استحدثها ليناياس بالقرن 18. تذكرون من قلنا بالمحاضرة الأولى أنه century of pharmacognosy اللي هو كان القرن 18 بسبب عالمين اللي هو جوهانس آدم وليناياس. فليناياس هو وضع لنا قوانين التسمية. فإذا by the time of the Swedish biologist Linnaeus اللي هو يسمى بال father of systematic botany, the new system of plant nomenclature was used. زين شنو هو هذا السيستم؟ خلينا نتعرف على تفاصيله. البينوميال سيستم راح يتكون من two names. فإذا عندي اسمين, هذول الاسمين شنو يتضمنون؟ هسه على سبيل المثال راح ناخذ نبات البابابر سومنيفيرم. البابابر سومنيفيرم هنا راح يتكون من مقطعين. المقطع الاول البابابر, قلنا هذا يمثل جنس البابابر, والجنس يحتوي على اكثر من نوع. واحد من انواع جنس البابابر هو البابابر سومنيفيرم. فاذا بابابر سومنيفيرم هو اسم للسبيشيز. وعندي الحرف ال L, شنو قصة هذا حرف ال L؟ فإذا البابافر هو يمثل لي the genus اللي هو ال first name. تلاحظ كتابة الاسم الجينس راح يكون يكتب بالكابيتال لتر بالبداية, الحرف الأول كابيتال لتر, والسبيشيز المقطع الثاني أو الكلمة الثانية هذا راح يكون small letter. رجاء يعني التأكيد على القواعد كتابة التسمية, لأن هاي كلش أحاسب عليها بالامتحان. فعندي الجينوس وعندي السبيشيز. زين
هذول الجينس والسبيشيز اثنيناتهم راح يكون راح ينكتب بال يعني يا اما مائل او طبعا مائل احنا هاي بالنسبه للكمبيوتر او بالطباعه راح ينكتب بشكل مائل، لكن انت من تكتبه راح تكتبه يعني جواه خط underline. والال الال راح تمثل لنا الاوثر who discover and describe this species. فعندي ال هو العالم اللي وصف واللي شخص هذا النوع، واضح؟ فمن هو ال ال يشير الى ليناياس. فاذا عندي الكلمة تتكون أو الاسم النوع يتكون من مقطعين Papaver somniferum، الجينس والسبيشيز. الجينس يكتب capital letter والسبيشيز يكتب بدايته يكتب بالsmall letter وجواها خط. لينايس أو الاسم اللي يشير إلى اللي يشير للعالم لا ينحط جواه خط ولا يكتب بصورة مائلة. رجاء هاي القواعد تركزون عليها لأن جدا مهمة بالامتحان، تحفظ هاي القواعد. طيب احنا قلنا الرانك كينغدام او سوري الرانك اوف تاكسونومي راح يبتدي بالكينغدام وينتهي بالسبيشيز، وعرفنا طريقة التسمية للسبيشيز. لكن البلانت سبيشيز كان بي ديفايدد مور سبيسيفيكلي انتو سب سبيشيز والفرايتي والهايبرد واخر شيء الكالتيفر. فاذا السبيشيز هو مو نهاية الرانك، وانما انه احنا يعني كدراستنا بالعقاقير نهتم اكثر شيء للفاميلي والجينوس والسبيشيز. هاي الأمور هي المهمة إن بالنسبة للعقاقير، لكن في بعض الأحيان يكون مو السبيشيز هو اللي يحتوي على الأكتيف كونستيتيوانت، قد يكون السب سبيشيز أو الفرايتي أو الهايبرد أو الكالتيفر. فإذا أنا لازم يكون عندي تصور عن إنه السبيشيز ممكن يكون تحت يعني مراتب تصنيفية. فإذا السب سبيشيز شنو أقصد به؟ When wild plant are growing over a wide geographic area. Population of this plant may acquire slightly different character. These can be distinguished as subspecies with one species. يعني أنا عندي فد منطقة أو فد يعني geographic area، فد منطقة جغرافية معينة، هاي المنطقة تتميز بنمو species معين بهاي المنطقة كلها، وهذا خاصة نشوفه بالشمال وحتى بالمناطق خلينا نقول منطقة العمارة بالطيب، نشوف إنه فد منطقة جغرافية معينة بيها فد نوع واحد من النباتات. هاي النباتات تكون نباتات وايلد، نباتات برية. لكن لما نفحص الفحص الدقيق لهاي الأنواع، طبعا هذا شغل التاكسونومست المصنفين، لما نفحص هاي الأنواع راح نشوف أكو فد تغيرات أو أكو فد فروق ما بين هاي الأنواع اللي موجودة ضمن هاي الرقعة الجغرافية المعينة. هاي شنو نسميها؟ هاي كلها سبيشيز واحد، لكن أكو مثلا two subspecies، أكو نقدر نفرق نوعين أو تحت النوع. فهنا نهاية تسمية السبسبيشيز إنه هم نفس المنطقة لكن أكو اختلافات معينة ما بيناتهم. زين الكالتيفر، الكالتيفر comes from the term cultivated يعني زراعي. Cultivated variety. The plants are selected through specific hybridization, plant selection or mutation to achieve specific characteristic or traits. يعني شنو أقصد بهذا الكالتيفر؟ النباتات الزراعية هاي إجت عن طريق إنه اختارينا في صفات معينة النباتات و هجناها ما بيناتها بطريقة صناعية بحيث أنا حصلت على فد نبات أو بذور لنبات راح ينطيني في الصفات معينة. ولهذا راح نشوف مثلا على سبيل المثال أنواع البرتقال
البرتقال اكو اكثر من نوع، هو كله برتقال لكن اكو انواع من عنده. فاذا هاي شلون صارت هاي الانواع من هذا البرتقال؟ انه هاي كلها عبارة عن كالتيفار، انه انا اخذت فد صفات معينة زين وهجنتها وانطتني هذا النوع. النبق نفس الشيء، النبق اكو اكثر من نوع من انواع النبق. هذا من اجى؟ اجى من التهجين ما بين الانواع وانطتني الكالتيفار فرايتي. طبعا الهايبرد، الهايبرد هو اللي يكون يعني الهجين، نسميه الهجين يعني يحدث بالطبيعة بدون تدخل الإنسان. والفرايتي هو أقل من السب سبيشيز ويحتوي على فد صفات أيضا معينة، لكن هذا يختلف عن السب سبيشيز. السب سبيشيز انه هو في نفس الجيوغرافيكال جيوغرافيك اريا ونشوف اكو اختلافات، فالفرايتي يكون تحت السب سبيشيز. فهاي هي الانواع او سوري التصنيفات اللي تحت السبيشيز. هسه نريد نعرف طريقة الكتابة، شلون نكتب الفرايتي. رجاء طلاب، هذا السلايد جدا مهم، جدا جدا مهم، أريدكم تركزون عليه. المنثا بيبراتا اللي هو نبات النعناع، نبات النعناع أول ما واحد وصفه هو ليناياس، وصف نبات النعناع وسماه منثا بيبراتا. إذا تلاحظون أنا هنا مسوية يعني خالة مو الإيتاليك الخط المائل، وإنما تحت خالة جواه خط. فإذا سواء سويت كتبت الاسم العلمي بشكل مائل أو تحت خط فهو صحيح. زين، المنثا بيبراتا قلنا اكتشفها ليناياس. إجا العالم سولي، العالم سولي اكتشف انه المنثا بيبراتا اكو تو فرايتي، واضح؟ هاي الفرايتي يختلفون الوايت بيبرمنت والبلاك بيبرمنت، النعناع الابيض والنعناع الاسود. طبعا هو مو انه شكل النعناع هو ابيض واسود، وانما هاي الصفة صفة البذور، البذور هناك بيضاء والبذور هنا راح تكون باللون الأسود. فشون صارت كتابة الفرايتي؟ شون فصل هذول التو فرايتي؟ المنثا بيبراتا حسب القاعدة مالت الكتابة، إنه أول حرف هو كابيتال لتر بالنسبة للمنثا جنس المنثا، والبيبراتا اللي هي تمثلني النوع راح يكون أول يعني أول حرف راح يكون سمول لتر. هنو بكتب فرايتي، كلمة فرايتي، كلمة فرايتي ما راح ينكتب لا جواها خط ولا تكتب بشكل مائل. هنو بأنطي الفرايتي اللي انا ذاكرته اللي هو اوفيشيناليس راح يكون بشكل مائل. ثم العالم، اسم العالم اللي انطاني هذا الفرايتي سولي، العالم ايضا ما ينكتب بشكل مائل ولا ينكتب تحت خط. فاذا وين اكتب وين يكون الحروف مائلة او الكتابة مائلة او تحتها خط؟ اللي هو اسم النوع واسم الفرايتي، بينما كلمة فرايتي واسم العالم تكتب بالطريقة الاعتيادية، وفرايتي كلمة فرايتي ما يصير تكتب بشكل كابيتال لتر، تكتب سمول لتر. إذا كتبت كابيتال لتر غلط، واضح؟ فإذا هاي قواعد التسمية. بالنسبة للفرايتي الثاني منثا بيبراتا، فرايتي فولجاريس وسولي نفس الشيء. فإذا أنا عندي هنا طريقة تسمية الفرايتي. على سبيل المثال مثلا كتبت منثا بيبراتا وبصفها حرف L، أو سوري بصفها حرف الاس أو سولي، هل هذا صحيح؟ غلط، لأن المنثا بيبراتا كنوع اكتشفها منو؟ اكتشفها ليناياس، لكن المنثا بيبراتا كفرايتي اكتشفها سولي. فإذا لازم أفرق بالتسمية، قواعد التسمية جدا مهمة في درس العقاقير، فرجاء أن تأكدون على هذا الموضوع.
طيب، احنا هنا قلنا انه النبات الواحد له ساينتفك نيم محدد. هنا بالصورة قدامكم اكو اكثر من نبات اشكاله مختلفة، لكن شنو هو الاسم العلمي لهذه النباتات كلها؟ هذا السبيشيز، شنو اسم العلمي مالتها؟ هذا الاسم العلمي لهذا النبات هو البرسيكا أولاريسي، واللي هو يمثل القرنابيط والنهانة والبروكلي وأنواع مختلفة من النباتات. زين، شلون إنه هي أشكالها مختلفة ولكن إلها نفس الاسم العلمي؟ هل من الممكن انه هذا تخضع لشروط التسمية؟ احنا قلنا اهم شيء انه هي تكون نفس النبات وإله يكون يعني نفس الشكل وكلها تكون نفس الشكل ويكون لها اسم علمي محدد واحد. هذا شنو نسميه؟ هذا هنا طبعا هاي الاسماء الكومن نيم لهذه النباتات. فاذا some species have different morphology، لكن هاي نسميها الكالتيفرز فرايتي. مثل ما قلنا انه بعض السبيشيز الى فرايتي اكثر من فرايتي. شلون الى اكثر من فرايتي؟ اللي هذا يكون كالتيفر يعني زراعي، النباتات الزراعيه الكومن فودز هي أغلبها راح تكون بيها cultivar variety. مثال عليها قلنا البراسيكا أولاريسي، مثال عليها النبق، مثال عليها البرتقال والعديد من النباتات الزراعية تكون لها نفس التسمية كسبيشيز لكن مختلفة بالفرايتي. طريقة تسميتها نفس طريقة المنثا بيبراتا اللي احنا الكالتيفر فرايتي اللي احنا ذكرناها بالسلايد السابق. انا ما انطيتكم الاسماء مالت الفرايتي يعني حتى لا ادوخكم بيها، بس احنا اخذنا المنثا بيبراتا ك يعني كمثال عام حتى نشرح طريقة تسمية الفرايتي. فاذا البراسيكا أولاريسي هو سبيشيز يحتوي على اكثر من كالتيفر. بالإضافة إلى هذا التسمية، في بعض الأحيان sometimes certain characters of a plant or a plant part used in nomenclature to describe or indicate the plant. يعني إنه إحنا نأخذ صفة معينة من النبات أو النبات بصورة عامة أو جزء معين من النبات ويستخدم للتسمية. على سبيل المثال نبات السنشونة سوتيروبرا اللي هو نبات القنب أو الكينة، هذا باللاتيني معناه red juice. هذا النبات كانوا يأخذون البارك مالت النبات ويستخدمونه في علاج، خاصة الأوروبيين يستخدمونه في علاج الملاريا، علاج مرض الملاريا بسبب احتوائه على نوع من أنواع الألكالويدات اللي هي جماعة الكوينين. فيما بعد يعني أخذوا هذا المركب من النبات وحوروه وبدأوا يصنعون مركب ثاني دوائي لعلاج الملاريا اللي هو هسه صاير عليه الهوسة في علاج كورونا فيروس اللي هو الهيدروكسي كلوروكوين. فإذا أكو بعض الناس ظلت تلجأ إلى علاج الكورونا باستخدام البارك أوف سينشونا، وهذا تم التحذير من عنده. فإذا أصل هذا العلاج هو كان من نبات القنقينة، الاسم القديم للاسم الشائع للنبات، أو الكينة في بعض الأحيان، يا أما قنقينة أو كينة. فإذا هاي التسمية جاءت من أنه هو معناها الريد جوز. بعد النبات الثاني هو الأتروبا بلادونا واللي هذا احنا حكينا عليه بالمحاضرة الأولى. الأتروبا قلنا هو البويزنوس والبيلا هي بيوتيفول والدونا معناها الليدي أور جيلز الجيل. فإذا هو بويزنوس بيوتيفول جيل
الترجمة مالته الأتروبا بلادونا، أو الاسم العربي له هو ست الحسن، وحكينا عن هذا النبات وتأثيراته وشون يستخدم في توسيع حدقة العين. النبات الثالث هو نبات الديجيتاليس، اللي هو الديجيتاليس معناها فينجر أو فينجر شيب كوريلا. هنا هذا النبات الوردة مالتها راح تكون على شكل أصابع، وهو نفس نبات الفوكس جلوف اللي حكينا عنه بتصنيف الفارماكوجنسي بارت البوتوني. قلنا الفوكس جلوف لما يصير كونفيوز بينه وبين النبات الكونفري. فإذا الديجيتاليس هو يستخلصون من عنده الكارديك جلايكوسايد، الجلايكوسيدات القلبية والأدوية اللي تعالج القلب، فيستخدمونها يستخلصوها من هذا النبات. وهاي يعني بعض الأمثلة على استخدام في صفة معينة موجودة بالنبات في النومني كولتشر. هاي هنا خلصنا المحاضرة الثالثة، فيكون عندكم البي دي اف كامل، وإن شاء الله تكون المحاضرة الفيديوية وضحت كل التساؤلات اللي عندكم، وأي شيء تحتاجونه أنا يعني موجودة بالكلاس، تقدرون تسألون أي سؤال عن المحاضرة، وإن شاء الله تكون المحاضرة واضحة للجميع، وشكرا جزيلا لكم.